إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى آخر السياق. هذه الآية العظيمة أو الآيات التي جاءت في السياق الذي نحن فيه من بيان طبيعة هذا المنهاج الإسلامي الذي يجعل المؤمنين عبادا لله عز وجل، يلتفتون إلى الله وإلى الله وحده، ثم إلى الدار الآخرة، من بعد ما بينا ما يسر الله عز وجل في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخر السياق. قبل تفصيل الأمارات والعلامات والمنارات التي تتضمنها هذه الآيات من أحكام فقهية، لا نقصد بها فقط الجانب الفقهي، وإنما نقصد ما وراءها من مقاصد تربوية إيمانية تزكي العبد وسلوك به إلى ربه سبحانه وتعالى رغبا ورهبا. قلت قبل ذلك نتحدث عن هذا الأمر الرباني العجيب، أمر الإتمام: وأتموا الحج والعمرة لله. قبل الحديث عن الإحصار وعن الهدي والحلق والتفاصيل المهمة في شريعة الإسلام فيما يتعلق بفريضة الحج وبعبادة وشعيرة العمرة، نتحدث عن هذا المعنى اليوم الذي هو معنى إتمام الحج والعمرة لله جل وعلا. كان الكلام في السابق كما ذكرنا عن تلك الواقعة التي وقعت بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وقول الأنصار ما قالتهم: لقد أعز الله دينه وفتح بلده، أو كما قالوا: فاليوم ننصرف إلى أموالنا وأعمالنا أو بساتيننا. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قلنا قبل: الإلقاء بالنفس وباليد إلى التهلكة كان في هذا السياق أن يخرج الإنسان عن طريق الله وعن قصد الله وقصد الله وحده، رغم أنهم ما أرادوا الحرام حاشا، فأولئك أنصار الله وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما أرادوا أن يشتغلوا في المباح، ولكن الله عز وجل بيّن لهم أن هذا المباح إذا صرفهم عن توحيد الله عز وجل بكل المقاصد، تجتمع الرغائب في رغيبة واحدة والمقاصد في مقصد واحد هو وجه الله عز وجل، فكل ما يخرم هذا القصد فإنه قد يكون سبيلا إلى الشرود عن دين الله عز وجل أو الضلال والعياذ بالله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا الأصل لكنه على إطلاقه وعمومه: الإنفاق في سبيل الله، النهي عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة بكل المعاني عموما وإطلاقا، كل ذلك شامل ومطلق في كل ما من شأنه أن يصرفك عن وجه الله عز وجل. هذا الأصل من الصيام، كل ما يصرفك عن الله وعن الدار الآخرة مقامرة ومغامرة بالعمر والمصير. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ثم كان من المناسب أن يبين لنا ركيزة من الركائز التي تشد العبد إلى الله وإلى الله وحده: الحج والعمرة. أركان الإسلام جميعا بدءا بالشهادتين والصلاة
والزكاة والصيام والحج كلها معالم وركائز ومنارات تقود العبد إلى الله عز وجل، كما في الصحيح من السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. سبق أن شرحنا معنى الصوة، أي الأحجار التي تعلم بها الطريق في الصحراء حتى لا يضل الإنسان في سيره إلى مبتغاه. الإسلام له أيضا هذه العلامات أو المعالم والمنارات التي هي أركان الإسلام وأحكام الإسلام جملة. وبين الحق سبحانه وتعالى أن الحج من بينها بل من أهمها، لأنه ركن من الأركان. الحج وما يندرج في معناه ويتبعه وما يتفرع عنه من الاعتمار أي العمرة. لكن نريد اليوم بإذن الله عز وجل أن نقف على بعض المعاني التي جعلها الله لهذه الشعيرة، لهذه العبادة العظيمة، لهذا الركن العظيم. الحج شرع لله ولله وحده، حق من حقوق الله على عباده، وحقوق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يكونوا له عبادا خاضعين، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، يسيرون إليه وإليه وحده، لا يلتفتون يمنة ولا يسرة لأي وسخ من أوساخ الدنيا، بل هم سائرون إلى الله بكل ما آتهم الله من الوقت والمال والفكر والطاقة والجهد وغير ما ذكر من النعم التي أنعم الله بها على عباده، كلها ينبغي أن توظف في هذا السبيل سيرا إلى الله عز وجل. حقوق الله على العباد من بينها قلت هذا الحق العظيم، حق السفر إليه، حق السير إليه، لأن الحج في العربية في اللغة هو سفر، إنسان كي سافر، لكنه سفر من نوع آخر، سفر وسير إلى الله عز وجل. أنت بجسدك تنتقل فوق الأرض من مكان إلى مكان، من أرض إلى أرض، ولكن السائر في الحقيقة إنما هي روحك. فالحج سفر مزدوج لاتجاه، اتجاه أفقي فوق الأرض أو في فضاء الأرض بطائرة أو بغيرها، من مكان إلى مكان، من مكانك إلى مكة المكرمة. ولكن كاين في نفس الوقت وأنت تنطلق من بيتك سيرا إلى الله عز وجل، هنالك اتجاه آخر عمودي من الأرض إلى السماء. البدن ديالك راه غادي من أرض إلى أرض، ولكن روحك ينبغي إذا كان حجك حجا وإذا كانت عمرتك عمرة ينبغي أن تنطلق من الأرض إلى السماء على قدر ما تخطو من خطوات وتقطع من مسافات فوق الأرض أو في فضاء الأرض، فإنك بالمقابل تقطع مسافات من الأرض إلى السماء وتختزل الأزمنة والمسافات سيرا وعروجا بالأحرى، عروجا أي ارتقاء وصعودا إلى المولى عز وجل. ولا يكون هذا العروج إلا بقدر إخلاصك في سيرك الأفقي، يعني ماشي كل شيء اللي غادي فوق الأرض أو في فضاء الأرض راه عنده أيضا الاتجاه العمودي أي طالع للسماء، ماشي كل شيء. الشرط في ذلك أن يتحقق الإخلاص التام لله عز وجل. القرآن واضح في ذلك: وأتموا الحج والعمرة لله. صحيح أنه قد يقصد به، بل هو من مقاصده إتمام الأعمال وإتمام الشعائر، ولكن في العمق والمساق الأصلي إتمام القصد وإتمام التوجه وإتمام الإخلاص، لأنه قيده بقوله تعالى: لله. وأتموا الحج والعمرة لله، لأنك حينما تحصر أي تمنع، يجي ظرف يمنعك، تحصر بحرب لا قدر الله أو قطع الطريق أو مرض أو أي شيء طارئ، فلم تصل في الأرض، ما وصلتش لمكة أو وصلت وما كملتش، وقع طارئ من الطوارئ، لكن كن على يقين أنك وصلت إلى الله لأنك أتممت. وإن لم تستطع أن تتم في الأرض فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، تعبيرا عن الصدق الكامل وأنك قادم وراغب إلى الله وإلى الله وحده. فإن لم تصل قدمك وإن لم يصل بدنك فقد وصلت روحك إلى الله عز وجل وقبل منك سبحانه جل وعلا. فليس كل من قطع مسافة الأرض قد قطع مسافة السماء، وهذا المشكل الذي ينبغي أن يعيه المسلمون حجاجا ومعتمرين، أن الحج رحلتان، رحلة في الأرض ورحلة إلى السماء. فالذي يريد أن يحقق وأن يتمم حجه حقا وعمرته فلابد أن يفكر في رحلة السماء
وهذه اللي كتغيب علينا غالبا، كنظنوا بانه فقط قاد وجهز حوايجك وجمع شوانطك وسير وقضي الغرض اللي كاين وجيب الزياره واجي. هذه اشكال واشباح وليست حقيقه الحج ولا حقيقه العمره. الحج حق الله، فلا ينبغي ان يخرم باي شيء من تفاهات الدنيا. وقد عبر صراحه في ذلك بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نشوف هذا التعبير في هذه الايه الاخرى كيف يا سبحان الله، قال ولله على الناس حج البيت. كان ممكن في اللغه العربيه نقول وعلى الناس الحج لله او لله الحج على الناس، اي واجب على الناس، ابدا، بل جعل لفظ الجلاله مقدما في السياق حتى ينتبه الانسان الحاج او المعتمر الى ان الرغبه والقصد ينبغي ان يكون لله. بحال هذيك اللي في الفاتحه: اياك نعبد واياك نستعين. الضمير ديال النصب اياك اياك تقدم باش يبان بانه المعبود واحد والمقصود واحد، ليه ينبغي ان يتوجه القلب وعليه ينبغي ان تجتمع الرغائب. اياك اي انت يا ربنا نعبد، اياك نعبد واياك نستعين. ولله يعني لله بهذا التقديم وباللام ديال الجر اللي عطيها هنا معنى ديال الاختصاص، حج البيت على الناس حج البيت. فحق الله يعني ربي يقول لك حق الله، وحق الله بوحده ما شارك معاه فيه حتى واحد. هذا الحق الكامل الموحد لله واجب لله على الناس. ولله على الناس، ماذا حق الله على الناس؟ الحق الكامل الأكمل الذي لا ينبغي أن يشرك فيه أحد، حج البيت. فذلك إتمامه، والقرآن يفسر بعضه بعضا: وأتم الحج والعمرة لله. هنا في الآية البقرة سبق سبحانه وتعالى الإتمام حتى يجتهد الإنسان في أن يهيئ نفسه وعقله وروحه وبدنه لله عز وجل في عمل الحج والعمرة. هذا السفر العجيب الروحاني والرباني، يتعجب الإنسان حينما يجد حكمه في كتاب الله على هذا الطراز، كيف يكون عبادة عمرية، لأن يعني مرة واحدة في العمر اللي واجب علينا الحج، ومع ذلك كيجعله ربي تعالى ركن من أركان الإسلام. هذا راه غريب هذا الأمر هذا، لأنه عادة الأركان، شنو هما الأركان في العربية؟ هما السواري اللي كتقوم عليهم البناية، أي الأركان هي الأصول التي لا بد منها لتكوين الشيء وانبنائه، فإذا عدم أحدها سقط البناء كله. نجيو مثلا واحد العمارة غنديروا فيها مثلا واحد كذا وكذا ديال الطبقات، نقولوا 20 طبقة مثلا في مكان معين، كنعيطوا على مهندس نقول له شوف لنا هذه العمارة شحال خصها تهزها من سريع، كيحسب كيدير الحسابات ديالو والدراسة ديالو الأرض والكذا والتقول إلى آخره، الشغل اللي يعرف هو، بعد ذلك يحدد يقول لك ودي هذه العمارة خصها 5 السواري. ما معنى الكلام ديالو خصها 5 السواري؟ قوله هي في حاجة إلى 5 سوار أو اسطوانات بتعبير آخر أو أركان، معناه أنه إذا درنا لها 4 غادي يطيح، واخا نبنيوها تصبر شوي غير أي حركة تجي في الأرض ما قدر الله. فإذا 5 ديال الأصول أو 5 الأركان أو 5 السواري هو ما لا يقوم البناء إلا به، ما يمكنش يقوم هذا البني إلا بهذا الشيء. فإذا معنى أن كل سرية هز حقها كامل، هذا المقصود من تقل ديال العمارة. العمارة هي الإسلام بكل تفاصيله، هزينو 5 السواري. فشيء عجيب حقيقة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستوعبة لكل الأركان وكل الواجبات وكل الفرائض وكل المندوبات. يعني ما كاينش شي حكم في الإسلام أصلي ولا فرعي إلا هو مبني على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه بين الناس كاملين. الصلاة أيضا واضحة لأنها عبادة يومية 24 ساعة 24 ساعة من الفجر إلى العشاء، نعبد الله فيها بتحقيق التوجه إليه توحيدا له سبحانه. الزكاة أيضا مرة في السنة ولكن كل سنة، وهي تمتد السنة كلها، راه واحد العبادة اللي ممتدة مستمرة. وقت الزرع كاين زكاة الزرع، وقت التمر كاين زكاة التمر، وقت يعني جميع الفصول، وقت الزيتون في أيام البرد كاين زكاة الزيتون، جميع فصول السنة فيها الزكاة. ثم الأموال كل واحد التاريخ اللي داير لراسه، فمدار السنة الزكاة خارجة. حقوق الله مؤدات، والمساكين أو الأصناف الثمانية اللي هما مصارف الزكاة يستفيدون من ذلك، والحركة التعبدية المالية في المجتمع
تدور على مدار السنة. رمضان أيضا ركن من الأركان وهو عبادة في شهر من السنة، لكن نظرا لكونه كل سنة وشهر كامل يكون عبارة عن دورة روحية يدخلها المؤمن ويخرج بزاد كيكفيه في السير إلى الله طيلة العام حتى العام الجاي، وهكذا كل سنة. لكن الشيء العجيب أن الحج مر في العمر، ما هو لا كل سنة ولا كل شهر ولا كل فصل ولا كل نهار، مر في العمر، وقد يستطيعه الناس وقد لا يستطيعونه. كاين اللي كيوصلوا كاين اللي ما كيبركوش لفقره أو لطارئ من الطوارئ من الفتن أو الحروب لا قدر الله وعافنا الله وإياكم، وما يمشيوش الناس. مع ذلك ربي تعالى جعله وهو العليم بأمر الناس وما سيكون عليه الوضع من أمن وأمان واقتصاد، جعله ركن من الأركان حتى هو سيهز حقه إلى يوم القيامة. لما؟ لأنه يحقق فعلا أو ينبغي أن يحقق، يحقق في التشريع والتطبيق ينبغي أن يكون كذلك، نقلة كيفية نوعية للإنسان من حال إلى حال، وترقية من مقام إلى مقام، وإخراج له من وضع إلى وضع، لأنه رحل وذهب إلى الله جل وعلا. سير سفر، هذه الحركة البدنية ينبغي أن تحرك الحركة الروحية لدى الإنسان، وهو يقطع المسافات ملبيا مستجيبا لله الواحد القهار أن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني من اللي تحرم وأنت منطلق بالتلبية سائرا إلى الله حتى تصل المقام. فهذا المعنى وخدروا غير مرة واحدة في الأمر راك يخلي الإنسان الذي حقق حجه تحقيقا يخليه فعلا يتحول تحول كامل يولي واحد آخر. أما من قدر الله له ويسر له أن يعيد الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة كما هو مندوب إليه في السنة، فتلك مقامات وعروجات وسفريات إلى الله عز وجل لا تزيد المؤمن إلا رفعة وإلا جمالا وكمالا. ولكن ذلك كله بهذا الشرط الذي ذكر في كتاب الله، أن يكون العمل كل العمل في الحج والعمرة لله ولله وحده، وأتم الحج والعمرة لله سير الله سبحانه وتعالى. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سائر إلى الله، مسافر إلى الله، راحل إلى الله جل علاه. فإذا تحقق لك هذا المعنى صرت تجد نفسك في كل عباداتك ومعاملاتك بعد حاجا إلى الله لكرم ربي بالحج المبرور والعمرة الصادقة، سيجد نفسه يحج ويعتمر كل يوم. يعني ملي كترجع لبلادك كتوجد نفسك في صلاتك تحج، في صيامك تحج، في زكاتك، في صدقاتك، في تجارتك، في إدارتك، في كل عملك، لأنه هذه الحركة اللي هزتك ورفعتك للمقام العالي من الإيمان سفرا وسيرا إلى الله عز وجل جعلتك آنئذ ترى ما لم تكن ترى من قبل، وتشهد أن الله عز وجل هو المعبود بحق الذي ينبغي أن تعرج الروح إليه في كل أعمالها على مدار السنة بل على مدار العمر كله. فالتأثير ديال الحج والتأثير ديال العمرة ماشي شهري ولا سنوي، لا عمري، يأثر عليك في العمر ديال كامل. فما شرعه الله ركنا إلا لعلمه سبحانه بكفايته لنقل الإنسان من حال إلى حال على مدار العمر وطوله. علاش ما درناش رمضان جوج مرات في السنة؟ لأنه عالم سبحانه أنه واحد كافي، هو عالم أنه واحد كافي، اللي صام رمضان إيمانا واحتسابا كفاه ذلك زادا إلى رمضان المقبل. وعلاش دار لنا الجمعة مرة في الأسبوع مش جوج مرات في السيمانات كل خطبة؟ لا مرة واحدة، لعلمه سبحانه أن جمعة واحدة تكفي المؤمن الصادق ليتطهر بها وفيها، تكفيه زادا إلى الجمعة التي تليها. ولكن لأنه علم أن الصلوات لا يكفي منها إلا خمس مرات على خمسة أوقات ففرضها خمسا في اليوم والليلة. وسبحان الله بالمشاهدة وبالتجربة لما يغفل الإنسان على صلاة من الصلوات كيخسر له النهار كله ويجد نقصا في إيمانه ذلك اليوم، وربما تعدى ذلك النقص إلى أيام أخرى. وخذنا الأخر كتستدرك
كتفوتك واحد الصلاه واحد النار، مشى لك الفجر واحد النار، النار كله كيدوز خاسر، ما تشعرش باللذه ديال الحياه. فالله تعالى ما دار الاوقات والصلوات الا لعلمه بانه هذاك الشيء اللي يكفي بنادم. وانا دابا كان التطوع، ولكن الحد الادنى تلك الخمس هي الحد الادنى. فما من وقت شرعه الله، وما من عباده موقته شرع الله ومقدره، يعني العدد ديالها، الا لعلمه بحكمه القدر والوقت. هذاك الوقت راه حكمه، والمقدار في حكمه، واحد اثنين ثلاثه مره جوج الى اخره. فالمدر لنا الحج مره في العمر، فلما يعلم سبحانه من العمق لهذه العباده ومن القوه في انه اذا حققها الانسان بهذا المعنى القرآن اتماما لله تكفيه عمره كله. ومع الاسف الشديد كثيرا ما نغفل عن هذه الحقيقه، كنمشيو للحج وكان سلام دون ان نحقق ولا ان نتحقق من هذا المقام الايماني الرباني الرفيع. والمصيبه حينما تتداخل مع اهوائنا الخوارم والنواقض لقصد التعبد في الحج، اذا دخل لنا الرياء، دخلت لنا السمعه، صافي خلاص، يعني ما بقيناش قرب للاتمام ولا يعني نحوم حوله. فان تتمه لله يعني ان تحرص من البدايه الى النهايه، لا تلقي سلاحك حتى تبلغ الرساله، يعني ملي تنطلق من الدار ديالك وانت حريص لا يداخلك الشيطان، لانه في الطريق يتلقى بك ابليس، يعرض لك باش يحول لك الاتجاه من السماء الى علائق الارض. كيقول لك ربي لا رد بالك، ملي تجي غادي وانت دائما حرص ان يكون عملك لله. كيسميوهم اهل التربيه بالمقاصد الطوارئ او الخواطر الطوارئ، يقدر بنادم يدير النيه لله في البدايه، ها هو غادي فيطرأ عليه الخاطر الفاسد المفسد وضيع لك الشغل في نص الطريق او في نصف الشعائر، درت طواف القدوم او طواف العمره، سعيت كذا الى اخره، وصلت لمينا وخسر لك الشيطان الشغل في مينا، او يخسروا لك في عرفات، او يخسروا لك في مزدلفه، او يخسروا لك في رمي الجمرات، او في طواف الافاضه. يعني كيقول لك ربي رد بالك، كتبقى يعني على حاله استنفار قصوى مستمره طيله مده الحج حتى تعود. واتموا اتمام الحج والعمرة لله حتى تتحقق من ذلك المعنى العظيم الذي هو الحج المبرور، كما ثبت في الصحيح بل في مساقات شتى أن الذي أكرمه الله عز وجل بحج المبرور فقد أكرمه بالجنة. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. فإذا كنت من أهل عرفات حينما يتجلى سبحانه جل وعلا الرب العظيم كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على عباده، ويقول لملائكته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، يعني هذا نعمة لا تقدر بثمن ولا تستطيع العقول ولا القلوب أن تستوعبها. شلال ينزل من الرحمن بالرحمة على العباد وبغير حساب. ولذلك حارص القرآن الكريم والسنة النبوية على أن يؤدي المؤمن الحج في جميع الأحوال وفي جميع الظروف إلا أن يحاط به. وهذا المعنى مازال ضعيف عند المسلمين اليوم بسبب يعني الثقافة المنحرفة اللي ورثناها على الآباء والأجداد، يعني في التقليل والتهوين من شأن الحج. الحج الإنسان يخطط له، لأنه أولا حق الله، كيما طلب منك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طلب منك أنك تمشي للحج وتأدي مناسك الحج، طلب أمر ماشي لخاطري ولا لخاطرك. فينبغي إذن أن تبذل غاية الجهد للوصول، ماشي يعني واحد ناعس ما كيفكرش نهائيا في موضوع الحج ولا مبرمجه في خياله ولا كيحلم به ولا يأمله ولا يفكر فيه البتة، يقول لك ما وصلتش، ولكن أنت أصلا ما فكرتش. فينبغي أن تفكر، ينبغي أن تخطيط، ينبغي أن تبرمج حياتك واقتصادك ومالك من أجل أن تصل إلى الحج. وبعد بذل غاية الجهد تبذل جهدك كامل، ما وصلتش لغلب الله، ولكن أنا ما بذلتش. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يقول كلاما لطيفا جدا في الانتقال من العزيمة إلى الرخصة، لأن الانتقال من العزيمة للرخصة في العموم مشروط بعدم الاستطاعة، يعني مشروط بالضرر او العجز، عدم الاستطاعه، ما قدرش توضا تيمم، لم استطع ان اتوضا، لم استطع ان اغتسل تيمم. كيقول ينبغي تحقيق عدم الاستطاعه. ما معنى تحقيق عدم الاستطاعه؟
وهي أيضا في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع إليه فلا عليه. فغادي تقول لربي يوم القيامة يا ربي لم أستطع، لا، يقول لك كان يجب عليك أن تحقق عدم الاستطاعة. أنا أعطي واحد المثال مبسط، بعض الأحيان كيمكن تبغي توظف الدار كتلقى الماء مقطوع، ظرف من الظروف، تجي مرات في المدينة كما يحدث أحيانا ما تلقاش الماء في الروبيني، بزبوز ما فيش الماء، وانت خصك توضا وخصك تغتسل، ما تقولش إذن حليت الروبيني ما كاينش الماء تمشي للحجرة تجري تيمم، لا، ينبغي البحث عن الماء، دير شوية المجهود، فكر ربما تكون سقاية في الزنقة على بعد 100 متر ولا 50 متر فيها الماء كي خوي، ما عندكش الحق تيمم، سير جيب الماء باش توضا، أو ربما يكون عندك واحد البيدوم حطوه في السيارة أو في مكان ما ديال الماء، فكتبذل المجهود الطبيعي المعقول، لا يشق عليك، ما تكلفش راسك والطاقة ديالك، ما تسافر شيء لمدينة أخرى تجيب الماء، لا، هذا الحماق، لا ينبغي. ولكن المكان اللي كيتسمى قريب بالمعنى العرفي ديالنا ينبغي أن تجلب الماء منه لتتوضأ، خصك تبذل المجهود، ماشي غير مولف الماء كيكب عند راسك في الروبيني، إذن راه هكا الوضع، لا، المسلمين من قبل راه ما كانش عنده الروبيني، كان عنده البير، يسقون الماء من الآبار أو من الوديان البعيدة، يستسقون ماشي يجيبوا الماء. فكما كانوا يجيبوا الماء خصنا نجيبوا الماء للوضوء وللصلاة وللطهارة وللعبادة، لأنه حق الله عليك، أنا وأنت عبد، والعبد ما كيتفشش على مولاه، العبد غادي في الإذن ديال مولاه، ما أذن لك فيه فأنت فيه عبد، وما لم يأذن لك فيه فأنت فيه عبد. فلما كدير جهدك ما لقيت الماء عندك مخزون لا في بيدو ولا في جالون، الروبيني ما كاينش، السقايه ما كاينش ولا قطره، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تما كتمشي تيمم، لانك فعلا حققت عدم الاستطاعه، وصلت وصافي، ما سدت البيبان كلهم. انا اذن ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكذلك الحج وسائر الامور التي ربطت بالاستطاعه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي ينبغي أن ندبر عمر حياتنا، ماشي احنا عندنا بذخ وإسراف في الحياة ديالنا، نشتري ونشتري ما يلزم وما لا يلزم وتقول ما وصلت في الحج، ماشي صحيح. وأنا وأنت جميعا نعلم هذا من حياتنا اليومية، لو أنني فكرت في حياتي ذاك الشيء اللي صرفت في المصاريف الزائدة على الضرورة وعلى الحاجة لوجدت الكثير الكثير ما لو لم أصرفه في ذلك الوجه لا حاججت به حجات، ماشي حجة واحدة. منين كتمشي غير في الخاوي؟ الله العظيم على الأسف الشديد كتمشي في الخاوي بسبب المشتريات التي لا قيمة لها، هذه العقلية اللي دائما نذكر بها عقلية الاستهلاك، إسراف، عقلية الاستهلاك هي اللي ربونا عليها الآخرين، هذه من أسوأ الأمراض التي أصيب بها المسلمون في العصر، مرض ديال شري شري شري. إلى متى؟ نعلم جميعا أن في بيوتنا أشياء لا تستعمل إلا نادرا، كيمكن واحد القصد ديالها عندي في داري ولا أي شيء يدوز عليها عام عاد نستعملها، وكاين لي سنوات ما كنستعملهاش، كل ربما عمرها ما كتستعمل، وهي زائد الأخرى زائد الأخرى كيسوى الثمن، يعني شيء مؤسف حقيقة. أحد الصحابة رضوان الله عليه وأرضاه كان مريضا مرض موته، فعاده بعض التابعين زاروه التلاميذ ديالو وهو في مرض الموت، فلما رآهم وتذكروا بدأ يبكي أو جعل يبكي، فقالوا له كيف تبكي وتحزن وأنت قد شاهدت المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت كنت معه في بدر وكنت في أحد وربي كرمك بالمشاهد مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا ما أبكي من ذلك، وإنما أبكي من وصية أوصانيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أنه قال لي إذا استطعت أن تموت وليس عندك شيء فمت أو ففعل، أو كما قال له عليه الصلاة والسلام، قال له إذا قديت في أن تموت وما مخلي والو راح أحسن لك. قال وأنا أرى حولي هذه الأساود، أساود جمع شيء أسود، أساود يعني كيقصد الدنيا معمرة بالحوايج، هل المريوات، هل الأشكال، هل التلالج، يعني باللغة العصر. قالوا التلاميذ ديالو قالوا فرأينا حوله فلم نجد إلا حصيرا ونطعا، يعني شي حاجة قليلة اللي عنده، وهو داك الشيء جايو كثير بزاف. حقيقة والله فعلا الحياة ديالنا إلا مؤسفة في هذا الأمر الذي نتحدث عنه من التبذير والإسراف، حقان كبيران يضيعان بسبب الحياة الاقتصادية الاجتماعية المنحرفة المنحرفة التي يعيشها المسلمون اليوم. حقان حق الله من أمور كثيرة ومن بينها الحج والعمرة.
عدد الناس ما قدروش يجمعوا الفلوس للحج لأنه كيضيعوا الفلوس، ماشي ما عندهم، مش كيضيعوا. حق الله وحق الفقراء، شحال من واحد ما كيزكيش لأن ما وصلش يزكى، علاش؟ كيكون أكثر من قياسه، ليكون كل حقه غايب، قالوا المال الذي يدور عليه العام وتجب فيه الزكاة ويعطي الفقراء حقه، فكيكون حقه ويكون حق الناس معه. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والذين في الآية الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا يلولا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا تضر نفسك ولا تهضم حقوق الله ولا حقوق عباد الله، وبأداء الحقوق يبارك لك في مالك وفي كل أمورك. ولا الإنسان غلط يبدأ يحسب مع الله الحساب الخاوي، تحسبش مع الله الحساب ديال اللي كتحسب مع ابن آدم، تحسب مع الله حساب آخر. اعلم أن كل ما أعطيته لله فقد حفظ لك في الدنيا وفي الآخرة وبورك لك في مالك. قولي ذهبت كلها إلا كتفها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الحق العظيم الذي ينبغي أن نفكر فيه جليا وجب أن يدفعنا إلى تغيير نمط سلوكنا وحياتنا في مالنا وفي أحوالنا جميعا، عسى أن نصل إلى أداء حق الله العظيم علينا في الحج والعمرة وغيرهما. فلذلك الإنسان إذا وضع نصب عينيه أن لله عليه حقا وجب أن يتمه له، وأتم الحج والعمرة لله، فإنه إذن سيفكر كيف يدبر أمر معيشته وممكن والبركة تنزل. لكن نحن لا نقرر هذا، كنخليه حق الله والخير إن فكرنا فيه. هذا على الإجمال، والخير موجود الحمد لله في الأمة. ويحضرني مثال عجيب، أنني ملي كنفكر نشري قطعة ديال الأرض ولا نبني الدار، نمط ديال السلوك ديال المصاريف ديال الدار كله كيتبدل إلى درجة الإضرار. كنبدا نقتصد على راسي حتى كنبدا نضر راسي ونضر ولادي في المعيشة، نضيق عليهم. علاش؟ لأن باغي ندير الدار وباغي نشري الأرض وباغي نبني وجود الأسرة، وكل الدار كتحزم، الرجل كيتحزم والمرأة كتحزم أكثر منه، يعني كتكون حالة طوارئ في الدار ديال التقشف وديال التقتير على النفس وعلى الأطفال. علاش؟ كنوفروا باش نديروا الدار. حق الله أولى من هذا، لأن قلنا كنحسبوا حساب غلط، كنتصوروا بأنه زعما لما نحسبوا مع الله سبحانه وتعالى رحنا يعني غادي نوفروا المال. لا، غير ما تحسبش مع ربي، كن هني واعلم أن الله عز وجل كما أنك تجعل مالك له سيجعل لك خزائنه سبحانه وتعالى بركة تسري عليك في مالك وأهلك وحالك جميعا. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال أسماء بنت أبي بكر الصديق: لا توكي فيوكى عليك. هذه كلمة زيودة أو المخزن يعني أو أي شيء زمان بكري كانت كدر يعني من الشكوى، يعني قربة أو أي وسيلة يعني من الجلد ديال المعيز أو بالتوب باش ما كانت مزود كيتعمر بالمال أو بالطعام أو بأي زاد، كيحزموه بواحد الخيط الراس ديالو، كيحزموه بالخيط كيتسمى الوكاء. فلما كتخزن داك الشيء اللي عطى الله تما وكتكب للضياف أو للمساكين الماكلة، كتعاود ترد داك الشيء اللي باقي وكتشد بالخيط. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تشديش بالخيط باش ربي ما يشدش عليك حتى هو الخزين ديالو بالخيط. لا توكي فيوكى عليك، خلي الخيط محلول اللي جا عطيه باش ربي ديما يعطيك. تعطي وحده كيعطيك 10 الى 700 ضعف. وحنا كنديروا الحساب ديال بنادم مع الله عز وجل. لا، ما تحسبش مع الله حساب بنادم، حساب الله سبحانه وتعالى شيء اخر، توكلا وبركه ويقينا وثقه في الله. فلهذا إذا جعلنا حق الله نصب أعيننا واجتهدنا بالتدبير لهذا الأمر بورك لنا في كل شيء. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.